تماما ميشيل، والوزيران السعودي والإماراتي ركزا أيضا على مسألة الشفافية والعدالة في هذا الاتفاق، لدرجة أن وزير الطاقة الإماراتي قال بأن متطلبات السوق تم وضعها فوق المصالح الخاصة في هذا الاتفاق الذي وصفه أيضا وزير الطاقة السعودي بالاتفاق التاريخي، الاتفاق المهم جدا والذي يراعي متطلبات السوق في هذه الفترة التي يعني توصف بفترة انتقالية. الجميع يؤكد بأن أوبك بلس هي متحدة لتنفيذ هذا الاتفاق، وهو خفض الانتاج النفطي، والمؤشر الذي تم وضعه هو يقارب انتاج 40 مليون برميل يوميا. كل دولة على حدة خفضت انتاجها وأعلنت عن حصص الانتاج وعن التخفيض. المملكة العربية السعودية في شهر يوليو المقبل ستخفض بنحو مليون برميل يوميا، ولكن بالعموم سيكون التخفيض نحو 500 ألف برميل يوميا، نصف مليون بالعموم، ولكن في شهر يوليو سيتم الخفض بمليون برميل قابلة للتجديد. وكل دولة الآن تعلن عن مشاركتها في هذا الخفض الذي تلتزم به روسيا، وشاهدنا وزير الطاقة الروسي عندما خرج من هذا الاجتماع وأكد التزام روسيا بقرارات أوبك بلس، وبأن الجميع متحدون لتنفيذ هذه القرارات، وهو بذلك يرد على ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن خلافات داخل أوبك بلس، خاصة بين المملكة العربية السعودية وروسيا، وهو ما نفاه إن كان الجانب السعودي وإن كان الجانب الروسي. وإذن الهدف الأساسي من هذه التخفيضات التي يعلن عنها يعني تباعا، والآن هذه الكلمة لمنظمة أوبك، وكما تعلمين أوبك بلس هي تضم أوبك إضافة إلى أعضاء حلفاء ومن بينهم روسيا، هم من خارج أوبك يشكلون هذا التحالف أوبك بلس، وهو مسؤول عن إنتاج نحو 40% من النفط بالعالم. لذلك يعني نشاهد انعكاس هذا القرار اليوم بعد ساعات على الأسواق التي ستفتتح غدا، البورصات خاصة البورصات الآسيوية، وهي ستكون من أوائل البورصات التي ستفتح أبوابها، وسينعكس بشكل مباشر هذا الاتفاق عليها. إذن اتفاق وصفه الجميع هنا باتفاق تاريخي، تم التوافق على خفض إنتاج النفط مرة ثانية بعد الخفض الذي كان قد أعلن عنه في أبريل الماضي. إذن الجميع ملتزم بهذا الخفض بحصص إنتاج مختلفة يتم الإعلان عنها تباعا بين الدول. عزة، أود أن أسألك، بما أنه ذكرت يعني بعض المواضيع التي تناولتها وسائل الإعلام الأوروبية، كيف واكبت فعليا وسائل الإعلام هذا الحدث وهذا الاجتماع؟ العين أكيد الأوروبية على هذا الاجتماع اليوم، كون روسيا شريك أساسي في المنظمة. كيف تابع الإعلام الأوروبي وسائل الإعلام يعني هذا اللقاء؟ بقلق شديد، ربما هذه الكلمة تصف هذا الجو في الإعلام الأوروبي، وكما هو في الإعلام الأمريكي الذي في المرة السابقة كان هناك انتقادات لاذعة تبعت القرار، قرار خفض إنتاج النفط من أوبك بلس، ويتوقع أن يكون الحال أيضا في هذه المرة مشابها للمرة السابقة. ولكن الهم الأساسي بالنسبة لدول أوبك بلس هو الحفاظ على التوازن في الأسواق، التوازن بين العرض والطلب والسعر المعقول والمقبول بين المنتجين والمستهلكين. هناك عدة معطيات بالنسبة لدول أوبك بلس يتم بحثها وتم بحثها بالتحديد في 7 ساعات تقريبا من هذا الاجتماع هنا، وهي كيف يمكن استقراء الإنتاج النفطي في الفترة المقبلة. هناك مؤشرات
تقول بأن الطلب على النفط سيكون أقل في الفترة المقبلة، خاصة مع الصين والمسائل المتعلقة بالانخفاض الذي ربما انخفاض الطلب الذي أظهرته الصين في خلال أزمة كورونا، ولكن أيضا بعد هذه الأزمة لم يكن الطلب يعني لم يرتفع الطلب بعد أزمة كورونا كما هو كان متوقعا، وبالتالي هذا واحد من المؤشرات. مؤشر آخر هو الانعكاسات على أسعار النفط، والمؤشر الثالث يتعلق بالجو العام للاقتصاد العالمي، وربما هذا المعطى الذي يركز عليه الغرب. وسألتيني عن الميديا أو الإعلام الأمريكي والأوروبي، هو يركز على هذه النقطة فقط، بينما دول أوبيك بلس تركز على النقاط الأخرى. النقطة التي تهم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة زيادة الأسعار، لأن خفض النفط، خفض إنتاج النفط سيؤدي إلى رفع أسعار برميل النفط، وبالتالي سيزيد من تكلفة الإنتاج، فيما تعاني هذه البلدان نتيجة التضخم الكبير. ترد دول أوبيك بلس تقول بأن تكلفة الإنتاج قد زادت بالفعل نتيجة قرارات أيضا اتخذتها هذه الدول، سياسة نقدية لم يعني قامت برفع سعر الفائدة خاصة من البنك المركزي الأمريكي ولحقته البنوك المركزية الأوروبية. هذه السياسة النقدية برفع سعر الفائدة كان الهدف منها هو امتصاص التضخم وكبح جماح التضخم، ولكن لم تكن هذه السياسة مفيدة، ولم تقم بما يعني أوكلت به من مهمة، وبالتالي هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه. شكرا لك يا عزة. جاء بخفض إنتاج النفط. شكرا لمفادتنا إلى فيينا عزة غريبة. عبر الهاتف من الرياض ينضم إلينا عضو لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس الشورى سابقا الدكتور فهد بن جمعة. دكتور فهد، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. أبدأ معك بما أشار إليه وزير الطاقة السعودي، حيث وصف هذا اليوم باليوم الرائع وأشاد بنوعية الاتفاق الذي تم التوصل إليه، شدد على جودة الاتفاق غير المسبوقة على مستوى الشفافية في تحقيق أهداف الاستدامة والشفافية. كيف تصفه حضرتك دكتور فهد من بعد متابعة البيان الختامي للمنظمة؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. نعم، هذا يوم رائع وإنجاز كبير لأوبك بلس بقيادة المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا إنجاز لأسواق النفط والمحافظة على استقرارها، وأيضا يدعم الاقتصاد العالمي. اليوم الأوبك بكل شفافية واحترافية حللت البيانات وعرفت جيدا مستوى العرض والطلب في الأسواق العالمية وما ينبغي عمله، واليوم هي تقوم بهذا العمل العظيم لضمان امدادات الطاقة وأمن الطاقة إلى الأسواق العالمية. تحدث كذلك عن العدالة اليوم، يعني حتى المملكة العربية السعودية قد تكون تحملت العبء الأكبر من مسألة تخفيض الإنتاج، يعني لماذا هذا القرار دكتور باعتقادك؟ المملكة دائما تحاول أن تكون داعمة للاتفاق الأوبك بلس وأن تكون هي الأكبر داعم لهذا الاتفاقيات وأن تسهل الأمور والإجراءات بين الأعضاء وتردم أي فجوة في خلاف بينهم أو اختلاف، من أجل أن يكون هناك اتفاق شامل ويؤدي إلى استقرار أسواق النفط. وهذا يدل على المملكة ليست تسعى إلى مصالحها فقط، بل هي تسعى إلى مصالح دول الأوبك الأخرى وإلى أسواق النفط والاقتصاد العالمي، لذا هي تخفض بكميات كبيرة، يعني نصف مليون سوف يستمر، وأيضا في جولاي بمليون برميل يوميا، هذا يعني مليون ونصف، يعني كمية كبيرة تضحي بها السعودية من أجل استقرار وتوازن أسواق النفط. هذا الخفض كيف سينعكس مباشرة على سعر برميل النفط بحسب توقعاتك دكتور؟ أنا أعتقد أن غدا وفي صباح يوم الاثنين في الأسواق الآسيوية سوف نشاهد ارتفاع للأسعار. الأسعار من المفروض أو سعر التوازن حسب ما أرى أنه لا يقل عن 80 دولار، فسوف تشهد الأسواق انتعاش في الأسعار
وقد تصل إلى 80 دولار، وهذا أيضا يعتمد على ماذا سيحدث في الصين. هل الطلب في الصين سوف يرتفع في هذا الشهر أو في الشهر القادم؟ لأنه الطلب الصيني هو قادم، لكن متى بالتحديد لا أحد يعرف. جميل. طيب دكتور فهد، اليوم دعنا نعلق قليلا على المشهد الذي نتابعه في فيينا. يعني على الرغم عن كل ما تبعناه من يعني او اشيع في بعض وسائل الاعلام الغربيه عن خلافات داخل المنظمه، الصوره اظهرت العكس اليوم في فيينا من خلال التماسك، الانسيابيه، الوحده في القرار ومراعاه مصالح كل الدول المنضويه تحت عباءه هذا او هذه المنظمه، والزخم الذي يعني تفرضه منظمة أوبيك بلس على قطاع الطاقة العالمي. نعم، وهذا الذي دعا الأمير عبد العزيز بن سلمان أن يقول اليوم يوم رائع. هذا الاتفاق والتناسق والتناغم بين دول أوبيك بلس يؤدي ويخدم مصالحها ومصالح الاقتصاد العالمي. هناك من يتمنى أو أن يريد أن يرى هناك تفكك وعدم استقرار وعدم اتفاق بين أعضاء الأوبك، لكن الأوبك مصرة وتعرف جيدا أن الاتفاق هو يخدم مصالحها ومصالح المستهلك ومصالح العالم بأجمع. لذا اليوم نرى أن هناك اتفاق واتخاذ يعني استمرار التخفيض لنهاية عام 2024. هذا اتفاق رائع وإنجاز كبير ويدل على أن هناك تفاهم وبين الأعضاء، وأنهم ينظرون إلى المصلحة التي تخدم أسواق النفط وتعود أيضا بالفائدة على المنتجين وسيادة القرار أيضا داخل المنظمة. بالتأكيد أن القرار الأوبك لم يتأثر بالعوامل السياسية، قرار الأوبك أصبح قرار اقتصادي بحت مبني على المعلومات والبيانات الاقتصادية وعلى التنبؤات بمستقبل العرض والطلب، ولم يعد يتأثر بأي عامل سياسي كما كان يعني في العقود الماضية. ولكن كان في بعض التخوف من أن تستخدم لربما في إطار التسييس وردود الفعل، يعني نظرا للوضع الجيوسياسي الدولي. لا أبدا، لأن القرارات الأوبك هي تدعم أسواق النفط واستقرارها. تخيلي أو تصوري عندما يكون هناك نقص في المعروض، ماذا سيحدث لأسعار النفط؟ ماذا يحدث للمصانع العالمية وإلى الاقتصاد العالمي؟ نعم، على سبيل المثال نتذكر في 20 أبريل 2020 عندما كان هناك خلاف وزادت السعودية إنتاجها، ماذا حدث؟ أنا خفض سعر غرب تكساس بالماينس وبرنت إلى 18 دولار، وهذا يؤدي إلى زعزعة أسواق النفط وعدم استقرارها. اليوم مرة أخرى أثبتت الأوبك بلس أنها قادرة على أن ترسخ الأسس لأسواق النفط وأن تتعامل مع أساسيات السوق بكل احترافية وبمعلومات دقيقة لتجنب المخاطر واستمرار الاستثمارات التي تتعرض إلى يعني ضغوط كبيرة. جزيل الشكر لضيفنا من الرياض، عضو لجنة الطاقة والاقتصاد في مجلس الشورى سابقا، الدكتور فهد بن جمعة. دكتور فهد، شكرا لك.